نعم، وزي ما وصفه سمو الأمير علي بكلمته إنه الجوهري، وكان واحد منا كأردنيين، وسنبقى نذكره دائما بما قدمه للأردن. ناخذ الأخ أشرف البيك. مساء الخير كابتن أشرف. مساء الخير أستاذ بسام أبو حماد. مساء النور. مساء الخير الكابتن جهاد عبد المنعم. مساء الخير. مساء الخير عثمان برغومة. مساء الخير سيد أبو علي. حياك الله يا كابتن أشرف. ينحكى بعد ما قيل من عبد صمور، أو حقيقة يواجه كلام عبد صمور أو السيد أنور الغوراني أو السيد خالد القيسي. نعم. إحنا اللي نقدر نقوله عظم الله أجركم يا أيها الأمة العربية والإسلامية. شكرا. بفقيد مدرب عميد العرب محمود الجوهري. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب كابتن أشرف، سمعنا أشرف؟ نعم. طبعا. إيش عندك إذا في عندك أي مداخلات للكباتن معنا في الاستوديو؟ أنا ما عندي مداخلات. أنا بحب أشكر قناة نورمينا لإستضافة الكباتن الحلوين الاثنين اللي عندك، وخاصة أبو علي. نعم. إنه حقيقة أنا يعني بحضر مباريات لنادي الوحدات، اليوم عرفت بس أبو هرين على قناة التلفزيون. نعم. وبتمنى الحلقة الجاية يكون عبد حمور، اللي بعده أنور الغوراني، اللي بعده خالد القيسي، حتى نتقارب كجمهور نادي الوحدات نعرف بعض حقيقة، لأنه بنقعد بالمدرجات يعني إحنا صراحة ما فينا واحد يعرف الثاني. نعم. طيب يا سيدي، يعني إحنا بكل حلقة أو حلقتين راح نقدم يعني الناس من المتابعين للكرة الأردنية حتى الناس يعرفوهم عن قرب، نعطيهم حقهم. كلمة. نعم. كلمة أخيرة لجمهور نادي الوحدات. نعم. إحنا بالعامية يا إخوان بنعرف إنه الشوط الأول بالنسبة لكرة القدم بشكل عام، الشوط الأول للاعبين والشوط الثاني للمدربين. نعم. حقيقة بالآونة الأخيرة لنادي الوحدات، كان نادي الوحدات يقدم الشوط الأول أفضل من الشوط الثاني. وأنا من يهاجم محمد عمر أنا ضده. محمد عمر كابتن يوازي نفسه. حقيقة إنه مدرب فائق ولائق لنادي الوحدات. نعم. وإنه إحنا بدنا نطول بالنا على كابتننا محمد عمر يا جمهور نادي الوحدات، ونقف خلف المنتخب وخلف المارد الأصفر. طيب شكرا لك، شكرا لك الأخ أشرف البيك. معنا الأخ ناصر سليمان. مساء الخير ناصر. في العزيز أستاذ بسام. مساء النور. برحب بضيوفك الكرام، وبقول رحم الله الكابتن محمود الجوهري الذي كان جوهرة للأردن في مجال كرة القدم خلال الثمان سنوات التي عمل فيها في الأردن. وأنا بشكر قناة الحياة المصرية. نعم. التي أشادت قبل ساعات وساعات، أشادت بالأردن وبملك الأردن وبسمو الأمير علي حمده الله بالتكريم الذي كان أجل تكريم للراحل محمود الجوهري. نعم. كابتن جهاد يسعد مساك. الله يسعد مساك. شو أخبارك يا سيدي؟ الله يخليك. الحمد لله. أنا كنت من المتابع إليك سنين وسنين، وحبيت أن أناديك باسم الوهلبة لأني قريب منك جدا. نعم. وقد أنت تخرجت من كشافة الصيفة. حياك الله. نعم. في خير الدوم. كابتن جهاد، شو هي النظرة الإيجابية والنظرة السلبية اللي بتشوفها في المنتخب قبل لقاء أستراليا؟ طيب خلي الكابتن جهاد يجاوبك. يعني سؤاله بقول لك شو الايجابيات والسلبيات قبل مواجهه استراليا، لان انت حاسه موجوده الان بالمنتخب. يعني السلبيات خلينا نحكي بجزء بشويه سلبيات، شويه سلبيات بجوز لانه في بعض اللاعبين مهمين في المنتخب بجوز ما راح يكونوا جاهزين بالصوره المطلوبه، او ما ممكن يقدروا يلعبوا 90 دقيقه. نعم. السبب اغلبهم طبعا اللاعبين المحترفين، لانه اغلب لاعبتنا المحترفين حاليا في الوطن العربي اغلب منتخباتهم ما وصلت للدور الحاسم، وهي طبعا راح تشكل عندنا معضله. اكيد كابتن عدنان حمد اكيد راح يكون داهس كل هاي الخيارات، واكيد هاي المجموعه اللي بنحكي عنها بجوز 3-4 لاعبين او 5 يعطيهم ادوار على مستوى الشوطين، اكيد يعني ممكن يتجاوز هاي الشغله. بس اعتقد انه النقطه الاهم انه المباراه ما لعبنا،
مباراة بتمثل زي ما نحكي فرصة أخيرة، لأنه الفرصة الأخيرة، لأنه إذا الله سهل الأمور وغلبنا أستراليا على أرضنا ب 11 الشهر نحن تقريبا راح نصير أول المجموعة أو ثاني المجموعة، فهي شغلة سوري راح نصير ثاني المجموعة، فبتعطينا دور كبير ومعنوية عالية. طبعا الإيجابيات كثيرة، وأهم الإيجابيات هاي اللي بتمنى تكون موجودة اللي هو الجمهور، الجمهور نعم. الناس بتحكي رقم 12، أنا بقول الجمهور في مباراتنا مع أستراليا راح يكون رقم واحد بإذن المولى. نعم. لأنه الجمهور بالكم إذا كان موجود وانتلى أستاد الملك عبد الله في القويسمي أعتقد راح يعطي دافع كبير للاعبين، اللاعبين أعتقد إنه راح يشعروا إنه هاي فرصة مش راح تتكرر، وإذا تكررت راح تكون بعد فترات طويلة، فأعتقد هاي الفرصة ما راح يضحوا فيها بأي شكل من الأشكال، راح يحاربوا عليها لآخر دقيقة من المباراة. شبابنا النشامة طبعاً معنويا وبدنيا جاهزين، واعتقد تكاتف المنتخب كمجموعه واحده مهم جدا، واعتقد هاي الميزه اللي موجوده الايجابيه زياده عن اللزوم عندنا في منتخبنا. نتمنى التوفيق لكل شبابنا النشامه في هاي المباراه، نتمنى لهم الفوز، ونطلب من جماهيرنا انه تكون موجوده قبل وقت مشان اللاعبين يحسوا انه فعلا الجمهور معهم، مشان يعطيهم الدافع الكبير مشان اذا الله سهل الامور نغلب منتخب استراليا في هذا ان شاء الله. الاخ ناصر سؤالك الثاني كابتن. انا بحي الكابتن برهومه. نعم. بحب اساله مستوى عامر شفيع افضل في المنتخب من اداؤه في نادي الوحدات، معلش بشاركني هذا الراي معاه بهذا الموضوع. يعني هو شوف يعني انا بحكي يعني الله يعين عامر. نعم. يعني اذا كان كويس مع المنتخب بصير نازل بالنادي، واذا بالنادي كويس بالمنتخب. الحارس دائما يعني معرض للاخطاء. نعم. اكثر مركز حساس يعني في الملعب. انا بحكي اللي يعني بالتحديد بين قوسين الحارس اللي بيلعب مع الوحدات هذا يعني الله يعينه. نعم. الله يعينه، لانه تحت ضغط كبير وجماهير عاطفية جدا وبتدقق في 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 أبسط التفاصيل. صح. عامر حارس جيد في المنتخب وحارس جيد في نادي الوحدات، والله يوفقه إن شاء الله في المباراة القادمة ويوفقه في المرحلة القادمة مع نادي الوحدات. فيعني عامر ما عليه أي زود، لكن أخطائه ممكن تصير في المنتخب وبالنادي زي أخطاء أي حارس بالعالم يعني. نعم. طيب خليك أخ ناصر معنا، بس أسأل أبو عرين الآن الانطباعات في المواقع النت المواقع الرياضية شو عن شو يعني، هل في تفاؤل لدى الناس بمباراتنا مع أستراليا؟ هل شو يعني نسبة التوقعات فوزنا في المباراة؟ والله بالنسبة للمواقع أو لل نعم. يعني خلينا نحكي للشعب بشكل عام في تفاؤل، ولكن التشكيل الناس كلها شايفة أو الجماهير شايفة إنه التشكيلة بحاجة لتدعيم في بعض الوجوه، وبالأخص نعم. محمود شلباية. نعم. محمود شلباية لاعب يعني الآن هو أفضل مهاجم، وبالأخص الموسم هذا داخل بقوة. نعم. والكل لاحظ بجوز هاي الملاحظة إنه يعني داخل بشكل يعني بلش الموسم بأهداف مميزة وحاسمة وحسم أكثر من مباراة. بنتمنى من الكابتن عدنان حمد النظر لتشكيل المنتخب وللنقاط الضعف، يعني أساس لأنه إحنا مقبلين على مباراة مش سهلة. نعم. استراليا مباراة استراليا مش سهلة، وبطلب أنا فعلا من لاعبة المنتخب إنهم يتكاتفوا ويحطوا بعينهم الفوز ولا شيء غير الفوز، حتى خلينا نقدمها هدية لروح الفقيد فقيد الرياضة الأردنية والعربية الله يرحمه محمود الجوهري. طيب أبو علي إحنا بدنا نقول الناس شو يعني الناس إحنا يعني ما بديش أجامل إنه أنا بدون مجاملة يعني خايفة بصراحة خايفة طبعا. نعم. أنا بديش أجامل أقول لك. نعم. الناس متفائلة في مباراة أستراليا، لا مش متفائلة يعني. نعم. نسبة قليلة جدا متفائلين، نسبة قليلة جدا خايفة. الأغلبية خايفة، لكن الكل بتمنى إنه يعدل التشكيل الكابتن. نعم. عدنان حمد بصراحة. بعدين بدي أرجع للأستاذ عبد سمور سألني. نعم. سؤال، أنت متفائل في محمد عمر ولا لا؟ نعم. أنا ما جاوبته يعني. نعم. جاوبته في البداية أنه عثمان برهومة ما تركنا، ولغاية الآن أنا بحكي له ما تركنا، هو الآن مرتاح جدا جدا، وأنا بحكي هيو موجود مرتاح من إدارة شباب الأردن، وبكن لها كل احترام، وتفاجأ قد ما شاف عندهم تعامل احترافي رائع جدا، يعني يمكن ما وجدوا في نادينا، يمكن انا بحكي
بدي وجدوا مش لهالدرجة هاي يعني لا يعني مش بالحجم هذا صراحة. في تقصير بالإدارة في نادينا مع اللاعبين القدامى، يعني يمكن الجمهور ما بيعرف إنه جهاد عبد المنعم عضويته في النادي مفصولة من سنين، وهيني بحكي قدامه من سنين مفصولة. ليش مفصولة؟ ليش مفصولة؟ مش بس هو، أغلب اللاعبين القدامى عضويتهم مفصولة. هل تعلم إنه عثمان برهومة يعني أخذ باقي ما تبقى من حقوقه المادية في النادي بجوز قبل يا أسبوع يا أسبوعين، وإنه سامح في أكثر من نصها يمكن؟ مضبوط يا أبو عبادة ولا لا؟ مشان أفرج الانتماء، أنا بحب أحكي النقطة هاي مشان الجمهور يعرف انتماء لاعبين القدامى قديش. طبعا في مثل جهاد لاعبين كثير عضويتهم مفصولة، ليش ما نحكي في الموضوع هذا؟ تسمح لي يا أبو علي بعد إذنك أخ، بس أول شيء الوحدات من الفرق الكبيرة في الأردن، مؤسسة كبيرة. إذا بنحكي وحدات بنحكي فيصل بنحكي رمتة، الوحدات مؤسسة كبيرة ما بمثلوا مع احترامي ال 11 إدارة الموجودين في الوحدات. ال 11 إدارة هم جزء عم بمشوا مسيرة معينة، صح بجزء في عنا كوتي بأسامي معينة ناس بتنتخب هاي الأشخاص أو بتكرر الأشخاص، بس الوحدات أكبر من هيك. إذا احنا بنقيس الوحدات بال 11 إدارة الموجودين، أعتقد 99% من جمهور الوحدات ما راح يحب الوحدات. الوحدات أكبر من هيك بكثير، يعني مع احترامي حتى أكبر من الإداريين الموجودين مشان الإنسان يكون صادق. الوحدات عم نحكي عن مؤسسة كبيرة عن جماهيرية عالية. الوحدات في الأردن شو عم بميزه مع احترامي؟ بجمهوره الكبير والعريض. جمهوره الكبير هو العريض، هو اللي بتخلي الناس تحبه وتحترمه وتقدره، وعم بخليه يحقق نتائج. فبلاش خلينا موضوع العضوية أو مش عضوية نخش بتفاصيل كثيرة. هو الإنسان، هو الإنسان اللاعب الرياضي بغض النظر بأي نادي موجود أكيد بتحز بنفسه. إذا بيقدم لهذا النادي وبيقدم أشياء واضحة وبتكون مميزة وبتلاقي هذا النادي بينكره. بينكره ليش؟ أنا بحكي لك ليش. زي ما حكيت لك الوحدات كبير بجمهوره مش بإدارته، مع احترامي لكل الإداريين لأشخاصهم. احنا بنحكي هسك على مستوى خلينا نحكي كمؤسسة رياضية. الوحدات للأسف في لاعبين كثير من أبنائه بخاف من اسمائها، بدليل إنه أغلب الناس اللي بتشتغل في الوحدات مش من أبناء الوحدات. في أندية كثيرة إحنا كرياضيين بنقدرها وبنحترمها. ليش؟ لأنه كل أبنائهم المدربين عم بيخدموا في ناديهم، وعم بتلاقي لهم صيت ولهم وضع، وعم الناس عم بتقدرهم. نعم. بلاش تقدرني أنت كتدريب، قدرني بجوز كمركز ثاني، بس أنت تحسس، بس مش كاللاعب القديم. نعم. تحسس اللاعبين الموجودين عم بيلعبوا عندك حاليا أو الصغار. في عندي لاعب نجم زي خالد سليم على سبيل المثال، لاعب نجم زي وليد قنديل، زي باسم تيم، انه هذول قدموا لنادي الوحدات يكون لهم بصمه موجوده في النادي، مشان اللاعب الصغير اللي بيكون موجود يقول اه والله النادي عم بكرم هاي الناس. للاسف نادينا عم بتهرب او بشرد من هاي الناس. ليش؟ لاسباب كثيره بجوز واضحه للناس. للاسف طبعا. وزي ما حكيت لك احنا لما بدنا نحكي على الوحدات صعب نحكي على 11 اداري، ال 11 اداري احنا بنتركهم على جنب، احنا بنحكي على جمهور كبير. نعم. وأنا شخصياً بحكي لك محبتي للوحدات مقسومة. نعم. محبتي للوحدات كوحدات، كجمهور وحدات، كإدارة أنا بالنسبة لا تعني بالنسبة لشيء. الوحدات أكبر وأشمل من هذا الحكي.